المشاهدين الآن متواجدون في بلدة عين بوشقيف في حي 204 سكن. الآن سوف نسلط بعض الأضواء. عائلة مقبحة تقيم هنا في هذه العمارة. تابعوا معنا. روح. السلام عليكم. الآن معنا عمي بالقاسم. يعني رانا اليوم في البيت عمي بالقاسم باش نسلطوا الاضواء على بعض العائلات التي تقيم في بلاد تعب وشقيف. عائلات يعني الكلام عنها صعب. اليوم رانا مع عمي بالقاسم، رانا جينا زياره مع عمي بالقاسم. معنا عمي بالقاسم اليوم بإلحاح من بعض المحسنين اضطرنا اليوم يعني باش نوصلوا عند عمي بالقاسم، نهضروا معاه ونشوفوا الحالات اللي راه عايشها عمي بالقاسم. عمي بالقاسم راك مليح شويه؟ مليح. وقالوا لي درت عمليه. انا دار العمليه. عمليه؟ ايه. وش تاع يعني كي يعني عند ياكوب؟ في يعني في كرشك. ايه. العمليه. الحمد لله. انت في المستشفى. ايه. قاموا بك في المستشفى الحمد لله. الحمد لله. عمي بالقاسم يعني نشوفك يعني عيطت لي اتصلت بيا. ايه. قلت لي بلي يا ودي عندي مشكله نتاع الكليه. نتاع الكليه. هاك نتاع الكليه. نتاع الكليه. شحال عندك الساوى عندك يعني الكليه شحال عندك؟ فاهمين. ما توقع. الملف شوف عمي بقى عمي. عندي انا في المية ما شدي على الاقل. ربما يعني. ما شدي وين شدي على الاقل. علاش عمي بالقاسم يعني ان شاء الله غير خير. ان شاء الله الناس ما تشاهد فيكم. عمي بالقاسم يخلص 300,000. شحال عندك من ولد عمي بالقاسم؟ كاع ولادك كامل شحال؟ ماتوا زوج و خمسة وماتوا زوج. يعني ربما عمي بالقاسم معروف يعرفوه ناس، انسان طيب، انسان مخلص، اب عائله يخدم عليهم، ولكن يعني شاءت الاقدار انه تعب وكبر ودار عمليه ما عندوش شي رزق. 300,000 عنده. كون تشوفوا يعني دوك نصوروا ونشوفوا البيت تاعو كارثه، والله كارثه. وراه يعني كان امورات وحد اخرين والله ما نقدروا نهضروا عليها. او معليش هذه يخلصها 300,000 والله داس. اعذار اخر اعذار متابعه قضائيه عندو 52 مليون تاع الكريه، يعني جاتو الكريه 52 مليون وديريلو ربما يعني قريب يلعبلوه يعني الطرد من السكن. يعني مديريه الترقيه والتسيير العقاري للولايه تاع وحده التسيير رقم 5 بالدعموني لوبيجي تاع الدعموني. معليش يعني ربما يعني رساله راها باينة واضحة. عمي بالقاسم يعني شوف نقول لكم يعني ربما دوك تشوفوا يعني البيت كيفاش راه عايش، شوفوا علاش راه يسخن. وزيد نديروا يعني كاين واحد الأمر، شكون اللي خلص لك التريسيتي عمي بالقاسم؟ كاين الناس اللي فيهم الخير. كاين واحد السيد فاعل خير ربي يجازيك والله يحفظك ورسالتك. يعني احنا ما نعرفوكش ولكن يعني انا كي دخلت وسقسيت على الكهرباء تريسينتي قال لي واحد راه يخلص لك الفاتوره تاع تريسينتي. انت نقول لك بارك الله فيك، هذه هي العمره، هذه هي الحجه، هذا هو الخير، هذو هما الرجال اللي نعرفوهم. من بعد يعني سالت الام قلت لها يعني الماء كيفاش راكي تخلصي؟ قالت لي راه متكفل بينا واحد يخلص لنا الماء، كيجي الفاتوره هو يديها ويخلصها. والله يعني كي قالتها لي يعني اثرت، خاطش الحمد لله يعني كاين الخير في هذه البلاد. وفي هذه الولايه كاين فيها رجال وفيها الناس نزهاء وفيها يعني الحاجه اللي راهي شويه عمي بالقاسم خايف منها وراه مريض وما قدرش هي يعني 52 مليون تاع الكراء. يعني نطلبوا من مديريه يعني الترقيه والتسجيل العقاري وهي قانون، يعني رانا معاك يعني لاغام، هذا هو القانون، هذه ماده نص الكراء يخلص الكريه تاعو. ولكن الوضعيه اللي عايش بها يعني واللي راه بها والله صدقوني 300,000 عنده عائله كبار، عنده ولاد كبار ما يقدروش يخدموا، يعني الله غالب، يعني راه في حاله مأساة. عمي بالقاسم راهم يشاهدوا فيك، يعني شنو تقول لهم؟ شنو تقول لهم؟ قول لهم عاونوني في سبيل الله في خاطر واش راك تحتاج يعني شنو تحتاج؟ انا بغيت الام قالت لي ما كاينش الماكله. ما عندنا ما عندنا لا ماكله لا جبنه من عند الناس. يعني ما تدي لها بزوق. انا الناس والحرام نجيبها لهم لا غالب. شنو دوك راك كبير عمي بالقاسم ما تقدرش تخرج تخدم وما تقدرش تروح تلمت الدراهم. ما نقدرش انا ما سي ما نقدرش سي كبرت الله غالب. ورمضان راه جاي عمي بالقاسم. ورمضان جاي جاي امراه رمضان نهجاهم ربي يعاونونا في سبيل الله. لخاطر ربي نقول لهم.
رساله وجهها يعني رئيس اداره الدحموني رئيس بلديه عين بوشقيف نقول لهم يعاونونا في سبيل لا ما عنديش انا غلط راني خير ربي يعاوني اللي بخير ربي عمي بالقاسم ما يحوس ياكل بكل يعني يحوس ياكل ما عندوش ارسلوا له يعني يحوس يحتاج يعني قهوه سكر سميد هذه نهضروا هذا كاتا عمي بالقاسم ما نهضروش على دوك نصوروا البيت نتاعو وتشوفوا كيفاش راه يعيش يعني توحد الله سبحانه عمي بالقاسم راه في مأساة وعاونوه يسرى كبير وهذا راه عندنا ابن المنطقة جايبيني نعرفوك عمي بالقاسم انت انسان طيب انا نعرفك مليح ونعرفك انسان طيب معليش عمي بالقاسم ماهيش عيب هذيك ماهيش عيب يعني كيف مديتك ماهيش عيب حنا العيب اللي يسرى والعيب اللي يتبع بارك الله فيك عمي بالقاسم خاسر يدي خاسر ان شاء الله عمي بالقاسم احنا خاسرين من عند الناس ان شاء الله يا عمي بقاسم شنو الامنيه تاعك شنو راك متمني يا عمي بقاسم؟ انا متمني يخلصوا علي هذا الشكر يعني هذا الشكر يخلصوا علي يعني الرساله هذه الرساله الموجهه اهل الخير والبر والاحسان حقوا له الامنيه تاعو اسمح لي يا عمي بقاسم عمي بقاسم والله لا مريض يعني مريض كي نقول لكم مريض ها تشوف واش راه عايش امنيه تاع انسان باش تحققها له ما طلبش معجزه 500 مليون ما طلبش يعني سفر للخارج ما طلبش حاجه يعني اللي الله غالب مي يطلب امنيه تاعو انه يحوس يشتري ولادو يعني ما يديرلوش الطرد يعني ما يخرجش من هذا السكن 52 مليون كاش واحد محسن انا نقول يعني ربما نقول بلي كاين يعني نقدروا نديروا تضامن نقدروا اهل الخير نعطيكم كاين نديروا رقم الهاتف اتصلوا بواحد الانسان يخون ابو عبد الله هو اللي يتكفل به هو راه جاره يتكفل به عاونوه 52 مليون والله ما هي دراهم راه مسكين متاثر يقول لك خرج ولادي للشارع هذه دوله دونك قرار يجيك قرار وهاو من قرارات هاو من الاعلانات يعني شوف عنده 54 مليون هاي وحده فيها 54 مليون وعنده وحده فيها 52 مليون وراها زيت 3 سنتي والماء راهم كاينين محسنين وراهم كاينين محسنين ربي يجازيك والله يعني ربي يجازيك ولا يخلص عليهم يدفي فيهم ان شاء الله يعني تجعلها في ميزان الحسنات الان عمي بالقاسم قال لكم امنيتي 52 مليون حنا السكان بلد عين بوشقيف راه ما شاء الله راه فيها ناس وفيها مقاولين فيها خيرين عاونوه 200 300 ها عمي بالقاسم اللي يبغي يعاونوا بالدراهم خذ له رقم الهاتف تاع واحد متوكل متكفل به ما خاطر عمي بالقاسم عنده وليدات ما يقدروش ما يعرفوش ثانيا المواد الغذائيه ماذا بكم راه يحتاج الحليب يحتاج القهوه يحتاج السكر يحتاج ريفي طايمن ماذا بكم مديريه التضامن ان شاء الله فاني هلال الاحمر كذلك او عمي بالقاسم مسكن في حي 204 سكن بلدية عين بوشقيف نوقفوا معاه ما هي لا عيب لا والو يعني على قلت لكم قبيله كنا نهضروا باش نعاونوه لاستالاسيون اللي عم يخدم لابلومبي في سبيل الله ما شوف لاستالاسيون تاع عمي بالقاسم هذا البيت تاع عمي بالقاسم شوف شوف هذا الغاز راه جايبو من الريزون شوف هنا راك تشوف راه جايبو من الريزون بالتيو هذا خاطر على وليداتو هذه واحدة هذا خاطر واحد اخر واحد روح معايا شوف يعني شوف يعني اكرمكم الله بيت الخلاء ضوي ضوي لي هذا هو بيت الخلاء ضوي هذا هو بيت الخلاء شوف يعني انسان وراه عايش شوف هاي هذا قلنا لكم نعاونوه شوف يعني هي كارثه زيد يعني روح كي تشوف روح زيد يعني هذا دوش روح صور دوش هذا هو الدوش هذا هو قوي هذا الدوش شوف صار عمي بالقاسم لازم نقولوا هذا الوزمون ونعاونوه كوتيزاسيون نصنعوا له دوش من يدوش راه كبير ومريض نصنعوا له يعني بيت يعني بيت الخلاء اكرمكم الله نديروا له شويه بنتوره جيبونا عاونونا كاين الشبيبه ما شاء الله عندنا في بوشقيف عندنا الشبيبه ما شاء الله والله ما شاء الله يخدموا لابلومي يخدموا البنتوره يخدموا ماسون بدون مقابل شتاو الحاجه اللي نحتاجوها نحتاجو يعني سلع جيبوا لنا سلع اللي يقدر يجيب يعاون عمي بالقاسم شويه تاع بنتوره امورات ماذا به رانا نعاونوا في عمي بالقاسم لازم نسرعوا له دار وين يرقد فيها والله صدقوني بالله دوك نروحوا نشوفوا التقي دايرين لا اله الا الله محمد رسول الله البلاصه اللي كنا فيها هذيك الصاله وكنت تشوفوا الصاله كي دايره بون هذا الدوش كاين يعني شوف وراه يعني شوف البيت تاعو شوف صراحه يعني كارثه لا عندكم غني يعني لا عندهم يعني الفراش عندهم طرح زياده عندهم كوفيرتات كذا امورات يعني اللي راه يبيع
هذا الصوالح ماذا به؟ عمي بالقاسم يسكن في حي 204 ساكن بلد تعب وشقيف، نظامنا معاه نوقفوا معاه قبل شهر رمضان، هو يحتاج امورات الاولويات يعني هي المواد الغذائيه والكراء، ومن بعد الامور ما عليش حتى اذا ما لحقش رمضان ورانا عارفين. ونقول لكم يعني من هذا البيت، هذا البيت يليق له واحد مقاول باش يعاونوا مليح، يعني الناس لا غالب وراه داخل عليهم شهر رمضان، ولكن يعني كاين الخير، كاين الناس الخيرين. راكم تشوفوا يعني ورا، شوف كوفي قرا واسمها سمو لك يعني كريفه، شوف البيت تاعو، صور صور البيت، راك تشوف هنا راه يقول بالقاسم عنده حصيره واحده، راك تشوف حصيره واحده راه يرقد فيها، انا وليداتو يرقدوا فيها، وكاين راه يخدم على عائله واحده اخرى. بون روح روحوا شوفوا الصاله. عمي بالقاسم تسخر على هذا ما يضرش راسك؟ لا وبصح راه هذا شويه كلي صعيب شويه يعني بالقاسم. هذا غالب صح اكون يعني دبروا لك بوار ونصنعوا لك راسك. لا غالب هذا عايش هذا كي هذا؟ ولا مغرب هذا طيبوا عليه و طيبوا عليه وكلش وتسخروا عليه وتسخروا عليه وكلش. وهذه هذه العمي قال هذه هي صاله؟ هذه هي صاله. صاله تاعك صور لي صاله منا، صور لي صاله منا، شو لي صاله في اللي قال لك تاع الصاله منا. رسالتي الأخيرة لساكنة عيب وشقر هي الأولى، مدير تضامن الناس الخيرين الهلال الأحمر، رانا على مقربة من شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر الخير. راكم تشوفوا في عمي بالقاسم راه قال لك مانيش نرقد من الدين تاع السكن، وكذلك أنا راسلو مدير الترقية والتسيير العقاري راسلو يعني يخفف عليه شوية. راكم تشوفوا المأساة اللي راه عايش فيها، الساكن غير لائق والله غالب، يعني هذه هي حالة الإنسان البسيط. هذه الفئة اللي رانا نتابعوا فيها قبل حلول شهر رمضان، راه كاين عائلات أكثر وأكثر، ولذا إن شاء الله يعني عمي بالقاسم إنسان طيب، إنسان فيه الخير، وتقول لهم كلمة بهذا الشهر، ادعي لهم ربي يعني الناس اللي باغي تعاونك. اللي يعاونك ولا يسديهم ولا يطول عمرهم ولا يسديهم في ولادهم ولا يطول ولا يسد من جنانهم مثلا. نجيب لنا حاجه مع مشروب قهوه سكر تمني صح هذه هي الامور صح اللي هانيك من يجيبها ان شاء الله. عمي بالقاسم ان شاء الله يعني الرساله تاع عمي بالقاسم تشوف يعني حتى بالالهاء ولا شي حاجه يعني يحوس على المواد الغذائيه، ونعرف بلي يعني بوشخير فيها تجار طيبين، فيها تجار لاباس بهم، داموني فيها تجار طيبين، تجار لاباس بهم، كان رجال اعمال، كان رجال خيرين، كان شباب. هذا عمي بالقاسم. مشاهدينا الكرام، الصورة تعبر، وعمي بالقاسم ينتظر، وشهر رمضان على الأبواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.